عرض يوم 3-3، احجز بدلتك حتى لو كان عرسك بعد 100 يوم من أزياء الخلود للعرائس. اليوم هو العرض الأقوى دائما والسنوي للعام 2018. طبعا 38 موديل من بدلات الزفاف و38 موديل من بدلات الخطوبة، واليوم اليوم واحد أيضا أي قطعة داخل المحل فقط بسعر التكلفة، كله من أزياء الخلود للعرائس. إذن لكي تكوني أنيقة ومميزة دائما في يوم الفرح ويوم عرسك المميز دائما اعتمدي أزياء الخلود للعرائس. طول كرم شارع المشفى طبعا مجمع أبو طريف والزغل، سيكون رفقتي في هذا البرنامج الخاص عن هذه عن هذا اليوم ولا في الأحلام مع أزياء الخلود للعرائس على أحمد الجلاد ومني أنا منتصر عني. يسعد صباحكم، تعالوا معنا ولا في الأحلام. مشاهدينا ومتابعينا يسعد صباحكم من ما كنت في هذا اليوم وهذا الموعد المميز والعرض السنوي 2018 مع ولا في الأحلام. عرض ولا في الأحلام دائما المميز من أزياء الخلود للعرائس. إذن أي طب 38 بدلة من بدلات السفاف و38 بدلة من بدلات الخطوبة فقط ب 350 شيكل. اغتنموا الفرصة أيضا، أي قطعة داخل المحل اليوم اليوم واحد فقط بسعر التكلفة، كل من أزياء الخلود للعرائس. وكما نشاهد أمامكم الكاميرا والصور تتكلم عن هذا الحضور المميز والإقبال الكبير على هذا العرض، عرض ولا في الأحلام. أول شيء يعطيك العافية، صباح الخير. صباح من حضرتك؟ أنا من طول كرم. شو جاي تعملي هون؟ بدنا ناخذ بدلة لمرت أخوي. شو رأيك بالعرض يا زياد الخلود العرائس؟ والله رائع كتير، ويعطيهم العافية على هيك جهود، إنه بيساعدوا الشباب المقبل على الزواج درجة أولى. طيب اليوم كمان في عرض تاني كمان، إنه أي قطعة داخل المحل كمان اللي بدها تجهز بسعر التكلفة برضو كتير يعني ممتاز، يعني بسبب الأوضاع الراهنة هنا إنه بيساعدوا الشباب، ويعني بعطوهم فرصة إنه الكل ياخد واللي نفسه فيه كمان. كيف وضعت زي الخلود أيضا كيف البدلات؟ لا ما شاء الله، أنا بالعشرين جهزت من عنده وإحنا دايما زباينه. إمتى العروض؟ إن شاء الله بخمسة أربعة. خمسة أربعة. طيب هاي اليوم عشان اليوم العرض نقدم لك زجاجة عطر من أزياء الخلود للعرائس، شو بتحكي؟ إن شاء الله دائما هم الأفضل والأروع وهم في الأول دائما. شكرا لكم، مبروك سلام. إذن أزياء الخلود دائما الأروع زي ما سمعنا، أزياء الخلود للعرائس العرض ولا في الأحلام متواصل يوم واحد يوم السبت 3-3، العرض سنوي السنة العام 2018. نشوف كمان مزيد من الاستقراءات من وين، وإلهم هدايا مميزة. مرحبا انت عروس، مرحبا، نعطيك هدية من أزياء الخلود عشان اليوم الحلو. انت من وين؟ نزلة عيسى. شو رأيك بعرض أزياء الخلود للعرائس؟ تمام منيح. تمام بيساعد الناس صح؟ امتى عرسك؟ 7/4. طيب بتعرف انه اليوم كمان اي قطعة داخل المحل بسعر التكلفة؟ يعني الواحد بتاخذ البدلة تبعتها وبتجهز بالمرة. طيب شو اسمك؟ أسيل علوش. أسيل، طيب هاي جائزتك كمان بهذا المناسبة من أزياء الخلود للعرائس، شو بتقولي لهم؟ يسمعوا. احنا بنقول لك مبروك. مبروك. إذا أزياء الخلود للعرائس اليوم الوعد والموعد متواصل في عرض ولا في الأحلام للعام 2018. شو رأيك بأزياء الخلود؟ الله زي الخلود كتير منيحين يعني وروعة، يعني بدلهم حلوة دائما وبشكل دائما، وعرضهم كتير مميز منيح كتير كتير، بشجع الجميع يعني لأنه يأخذوا من عندهم، يعني خاصة ظروف الاقتصادية كمان صعبة وبدأت الاقتصاد يعني كله نفس الشيء يعني منيح. طيب امتى العرس؟ الشهر الجاي ان شاء الله. الشهر الجاي على خير، يعني لك الف مبروك من أزياء الخلود للعرائس، وهي جائزتك مباشرة. مبروك حبيب، مبروك. اذا دائما أزياء الخلود للعرائس عنوان مميز في مدينة طول كرم. الاجواء انتم مشاهدين يعني الصور تحكي والكاميرا وعين الكاميرا بتقول شو الاجواء المميزة اليوم في هذا العرض ولا في الاحلام.
الإعلام عرض سنوي. نشوف مين معنا كمان عشان نشوف كمان مين معنا. مين معنا نشوف ليش أزياء الخلود. مرحبا. أعطيك هدية. طيب من وين حضرتك؟ من عتيل. شويه تحيي من عتيل. ام ايش الله يسلمك؟ مشادي. ليش جاي عند أزياء الخلود؟ ليه نحجز بدلات. لمين؟ لبنتي. لبنتك انت لروس 23/3. مبارك سلف. طيب شو رايك بالعرض؟ ما شاء الله الحمد لله تمام. ما شاء يعني اي بدل اليوم 350 شيكل. نعم ممتاز. وبتعرف اي قطعه اليوم سعر التكلفه كمان؟ يعني اللي بدها تجهز بتجهز بالمره لانه عرض ليوم واحد. ان شاء الله ان شاء الله. طيب احنا بنقول لك مبروك من ازياء الخلود للعراش. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بارك الله فيه وان شاء الله ربنا الامام يعني الله يعطيه بزياده. من وين حضرتك؟ نزلة عيسى. من نزلة عيسى. اليوم كلها نزول سيدي. نزول مليح بالسعر كمان اليوم صح؟ اه. عند أزياء الخلود. ليش أزياء الخلود اخترت؟ لأنه أسعارها مليحة ومناسبة. طب والبدلات 350 شيكل العرض كيف رأيك؟ مليح الحمد لله مليح. وعنده بدلات تركية مميزة. اه الحمد لله مليح. طيب إمتى العروض؟ 5/4. 5/4. طيب هاي جائزتك من أزياء الخلود العرائس اليوم من هذه المناسبة. شو بتحكي لهم؟ باكلهم يخلف عليكم. شو جاي تعمل عند أزياء؟ جاي شو بدلات لل... شو رأيك بعرضه؟ والله ما شاء الله ولا في الأحلام. فعلا ولا في الأحلام. هاي حلوة يا الحجة حافظتها ولا في الأحلام. أم إيش الله يسلمك؟ أم إيهاب. أم إيهاب. إمتى العروس لمين؟ إحنا لابني. نعم. ابني ب 27/7. 23/7. على خير إن شاء الله على خير. طيب تعرف إنه اليوم أي قطعة برضو كمان داخل المحل بسعر التكلفة؟ آه. يعني بإمكانها تجهز وتكسب كمان. إن شاء الله. أنا يلا جبناها تجهز وهي. طيب هاي جائزتك من أزياء الخلود بهذه المناسبة. شو بتحكي لهم؟ تسلم شكرا إن شاء الله على اللي كنت دائما للأمام إن شاء الله. ومبروك. ومبروك الله يبارك فيك. إذا أزياء الخلود العرائس عرض ولا في الأحلام متواصل في هذا اليوم المشرق كما وعدناكم دائما بصحبة تلفزيون الفجر الجديد وهذه الأجواء المميزة والخاصة. شو رايك بعرض أزياء الخلود؟ مليح. يعني اي بدله 350 شيكل اليوم. اه منيح ما شاء الله. واليوم كل شيء بسعر التكلفه كمان عنده داخل المحل. اه طيب احنا بهاي المناسبه وعشان العرض ولا في الاحلام نقدم لك هديه من ازياء الخلود العرائس. شكرا شكرا لهم ولكم ومبروك. نكمل معكم مشوارنا اليوم مع رحلة ولا في الأحلام من أزياء الخلود للعرائس هذا اليوم المميز للعام 2018. كل شيء جديد ومتجدد. يسعد صباحك. يسعد صباحك. هلا عارفين حالك. أم العبدة بالتين. أهلا وسهلا. ليه جاي عند أزياء الخلود؟ والله جاي أجهز لابني لك أنت يعني. إمتى العروض؟ إن شاء الله بشهر 6. شهر 6. شو رأيك بالعرض اللي بعمله؟ كتير حلو كتير مميز. والإشي الحلو فيه إنه يعني بساعدوا الشباب على بناء انهم يبنوا مستقبلهم وهذا الاشي عن جد كتير حلو. طيب اليوم عرفت انه البدل ب 350 شيكل فقط؟ لا انا بلش لما هم نزلوا العرض. عرفت العرض. اه 350 شيكل 38 موديل من بدلات الزفاف والخطوبي. اه كمان شو بتعرفي هنا؟ بتعرفي شو في اليوم كمان؟ طبعا. شو في بالنسبه لايه؟ انه اي قطعه اليوم كمان بنفس ال ايوه. طيب وإحنا بهاي المناسبة مش بس أخرى هيك عم بيجهزوا شغلات كتيرة يعني ملابسها الإكسسوارات كل يعني تطلع كامل متكامل عرض. أيوة وعن جد إشي مميز. وإحنا بهاي المناسبة بنقدم لك هدية. تسلم. شو بكل أزياء الخبز العرائس؟ الله يوفقهم وإن شاء الله دائما يعملوا مثل هيك عروض لأنه عن جد في عنا شباب كتير وهم بحاجة لهذا الإشي. السنة القادمة أجمل إن شاء الله. شو رأيك نعطيها عشان أزياء الخبز نعطيها هدية كمان؟ أعطوها. أعطوها. هاي لك عشان أزياء الخبز العرائس. شو بتحكي لأزياء الخبز؟ كل أزياء الخلود للعرائس بس. أزياء الخلود للعرائس 2018. شكرا لك. طيب إذن دائما مع أزياء الخلود للعرائس 2018 عرض ولا في الأحلام متواصل. العرض اليوم من واحد فقط يوم السبت 3/3 والعرض دائم في كل عام. ما هو الجديد لدى أزياء الخلود للعرائس؟ كل شيء جديد في هذا اليوم المميز مع أزياء الخلود للعرائس. العروس المتميزة دائما إذا بدك تكون متميزة مالك الأزياء الخلود العرائس في يوم فرحك. اليوم العرض الأقوى ولا في الأحلام. نكمل معكم مشوارنا في هذه الأجواء المميزة. نشوف. مرحبا.
اهلين اخوي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. وين حضرتك؟ عتيل. من عتيل، شو بتعمل هون؟ جاي بنشتري بدله لخطيبه ابني. خطيبه ابنك؟ طيب امتى العرس؟ 5/5. 5/5، شو رايك بعرض ازياء الخلود؟ لا ما شاء الله عنها، الحمد لله، يعني مبسوطين بها والحمد لله. وسهل عنها صح؟ لا والله ما شاء الله عنهم. واليوم كمان العرض عندهم سعر التكلفه اي قطعه جوا المحل. الحمد لله منيحه. طيب يعني مبسوطين اليوم بالعرض هذا؟ مبسوطين؟ مبسوطين الحمد لله. الحمد لله. طيب هاي هدية مقدمة من أزياء الخلود لعراس بمناسبة اليوم ولا في الأحلام؟ تسلم أخوي، الله يعطيكم العافية وإن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين ومنيح. طيب شكرا لك. إذا دائما أزياء الخلود للعرائس، العرض ولا في الأحلام المميز دائما 3/3/2018. يسعد صباحك. صباحك يعطيك العافية. الله يعافيك. من حضرتك؟ من طول كرم. من طول كرم. ليش عند أزياء الخلود اليوم؟ والله جينا نتفرج عاملين عروض للفساتين وجينا نشوف كيف. في عرس خطبة؟ والله خطبة البنت. إمتى؟ ب23/3 إن شاء الله. 23/3 على خير، مبارك إن شاء الله. الله يبارك فيك. مبارك. طيب شو بتقول أزياء الخلود بالمناسبة اليوم؟ والله بشكرهم على العرض لأنه الناس ظروفها بصراحة صعبة. ويعني بيساعدوا الناس انه يمشوا حالهم. والعرض بسهل على الناس. اكيد اكيد بسهل عليهم اكيد ان شاء الله. اذا اجواء مميزه وخاصه في هذا اليوم مع ازياء الخلود للعرائس. مرحبا. كيفك؟ تمام. يعطيك العافية. الله يعافيك. من وين حضرتك؟ من طول كرم. من طول كرم. ليش عند أزياء الخلود اليوم؟ جيت على العرض. على العرض، شو العرض؟ أي بدلة 350. حافظين النغمة 100%. طيب وأي قطعة اليوم سعر التكلفة صح؟ صح. إمتى العرس؟ 20/6. 20/6. برأيك إنه بسهل على الناس؟ صح. خاصة بهالظروف؟ صح. شو اسمك؟ شهد. شهد. وهي جائزة عشان المناسبة اليوم ونقول لك ألف مبروك. الله يبارك بعمرك. كل أزياء الخلود. شكرا لهم، يعطيهم ألف عافية. ومبارك. مبارك. إذا أزياء الخلود للعرائس دائما متميز في عروضه. مرحبا. أهلا. كيفك؟ الحمد لله. من وين أنت؟ من طول كرم. شو جاي تعملي؟ جاي أشتري أزياء. من عند أزياء الخلود؟ آه. وشو رأيك بالعرض تبعه؟ حلو. مرتبة؟ طيب بتعرف انه في اليوم بسعر التكلفة كل شيء؟ يوم واحد؟ ما بعرف عشان. طيب انت مبسوطة بعرضه ولا لا؟ مبسوطة. مبسوطة بعرضه؟ طيب هاي لك هدية مناسبة مين؟ العرض. معرض. شو بتحكي لهم؟ شكرا لكم، يعني مبسوطة بهذا العرض. مرحبا. هلا بي. من وين حضرتك؟ كفين. من كفين. شو جاي تعمل؟ جاي على العرض. على العرض. مع مين جاي؟ انا وامي وخطيبتي. امتى العرس؟ ب5/4 ان شاء الله. 5/4 على خير. مبارك. مبارك. شو رايك بعرض ازياء الخلود للعرائس؟ والله عجبني وحلو شتيه. وبسهل على الناس كمان. شتيه مزبوط. مزبوط. تعرف شو بميزه اليوم كمان في عرض تاني؟ انه اي قطعه داخل المحل برضه بسعر التكلفه. يعني العروس تقدر تجهز وتكسب كمان العرض الثاني. مزبوط. شو اسمك؟ عدي. عدي يا عدي، احلى عدي. عدي احنا بنقول لك مبروك من ازياء الخلود للعرائس. الله يبارك فيك. شو بتحكي له؟ انا شو كل عام وانتم بخير وانا بشكركم على هذا العرض. ومبروك سلف حبيبي. طيب اذا ازياء الخلود للعرائس متواصلين في هذا اليوم دائما. ازياء الخلود للعرائس 2018 العرض متميز. اذا بضاعه تركيه مميزه واسعار مميزه وخاصه في هذا اليوم. العرض الاقوى دائما ولا في الاحلام من ازياء الخلود للعرائس. انا بقول دائما اذا بدك تكون مبسوطه وسعيده في اجمل ليله في عمرك اعتمدي دائما ازياء الخلود للعرائس 2018. انتظروا القادم. نكمل معكم في عرض ولا في الأحلام من أزياء الخلود للعرائس عام 2018. بدلات تركية مميزة وأسعار تراعي الظروف الاقتصادية دائما. أزياء الخلود العنوان طول كرم شارع المشفى دائما مجمع بطريف والزغل. مرحبا عمي. أهلا. شو اسمك؟ صبا. صبا. من وين صبا؟ من كفر اللبن. شو رأيك بعرض أزياء الخلود للعرائس؟ والله منيح العرض. منيح العرض؟ تعرف إنه البدلة 350 شيكل؟ طيب اسمعي خليكي معي هيك تعرف تعملي هيك. أزياء الخلود للعرائس قولي. أزياء الخلود للعرائس. أزياء الخلود للعرائس. أزياء الخلود للعرائس. يلا يا عروس على وين؟ على أزياء الخلود للعرائس. يلا يا عروس على أزياء الخلود للعرائس.
وهي هديتك منهم، شو بتحكي لهم؟ شكرا للتقدم وتفوق وإلى الأمام. شكرا لك. إذن دائما مع ساعة الخلود للعرائس نتواصل معكم مشاهدين ومتابعينا في هذه الأجواء المميزة جدا، ونشوف كمان تعالوا معنا يعني أجواء مميزة، حضور مميز، وما شاء الله ما شاء الله، يعني اليوم عرض ولا في الأحلام. شو رأيك بعرض ساعة الخلود اليوم؟ لا ما شاء الله عرض ممتاز. تعرف انه في عنده عرض بسعر التكلفة كمان اي قطعة داخل المحل اليوم؟ يوم واحد؟ مزبوط يوم واحد. طيب شو بتقولي له في اليوم اللي بيسهل على الناس؟ بتمنى لهم التوفيق وان شاء الله بضلهم يعملوا عروضات كويسة. هاي جائزتك من ازياء الخلود للعرائس. يسلم يعطيك العافية. مبارك مبارك. اذا دائما ازياء الخلود للعرائس لا تنسوا العرض دائما، كل عام في اشي جديد، عرض 2018 في 3-3، لكن انتظروا القادم كمان من ازياء الخلود للعرائس، ولا تنسوا اي قطعة داخل المحل فقط بسعر التكلفة في يوم 3-3 اللي هو اليوم، وانتظروا كما قلنا المزيد من العروض من ازياء الخلود للعرائس. ومش بس هيك، كمان في عنا جديد مش رح نطلعه ولا نحكي عنه، جاي من ازياء الخلود للعرائس قريبا من تركيا. اذا نبقوا معنا في هذا البرنامج الخاص بصحبة ازياء الخلود للعرائس وعرض ولا في الاحلام، العروس اللي بدها تكون مميزة وانيقة في احلى ايام عمرها، اليوم فرحها، اعتمدي دائما ازياء الخلود للعرائس. زي ما حكينا كل مرة في جديد عند أزياء الخلود. أول شيء يسعد صباحك. صباح الورد حبيبي. أنت قلت تصيبني. مراد، يعني أنتوا من خلال استقرائنا مع الحضور وهذا الهجوم المميز الإيجابي على العرض، يعني بيقولوا إنه بتسهلوا عليهم كمان ظروفهم الاقتصادية بتساعدش، فهي أجت اللقطة والعرض اللي في الأول في الأحلام أجت مميز. شو بتحكي لزبائن؟ إن شاء الله ربنا ييسر أمرهم إن شاء الله، وإحنا على هذا الوضع ماشيين الحمد لله رب العالمين، صرنا فوق الأربع سنين والحمد لله، سنة عن سنة قاعد بتزيد الحملة، نجاح دليل على مصداقية هاي الحملة، والموديلات برضو اللي بننزلها بتكون على مستواهم إن شاء الله. طيب شو تقول لزبائنك اليوم؟ إن شاء الله ربنا يوفقهم ويسر أمورهم إن شاء الله، ونكون على حسن ظنهم إن شاء الله. وبدكش تبارك للعرسان؟ الله يجعل ألف ألف مبروك للجميع، أكيد بتهنوا إن شاء الله. طيب شكرا لك مراد، والعرض دائم متواصل إن شاء الله، عرض سنوي كل سنة يتجدد بشيء جديد كمان من أزياء الخلود للعرائس، وزي ما حكينا الفرحة لا تتم وما بتزبط وما بتكتمل إلا من أزياء الخلود للعرائس، وزي ما حكينا إنه اليوم كمان بالإضافة للعرض ورا في الأحلام إنه أي قطعة داخل المحل بسعر التكلفة. أزياء الخلود عنوان، وزي ما قلنا عنوانه وشعاره دائما رمز الأناقة والتجدد. ماهر، شو العرض اليوم؟ ما شاء الله هجوم. أول شيء بحب أصبح زبائننا وبقول لهم شكرا على الثقة اللي جيتوا عنا، هذا بدل على مصداقية حملتنا الحمد لله رب العالمين. شكرا لكل واحد أجى على المحل عنا، اتبضع من عنا، استأجر من عنا، أخذ الكسوة من عنا، يعني الحمد لله فتحت من 8 الصبح، من 8 كانوا الزبائن يستنوا باب المحل، هذا بقول لهم شكرا لكم على ثقتكم الغالية لنا، وأي واحد بيجي على محلنا ما منرد إلا يكون مبسوط وراضي بإذن الله إن شاء الله. يعني أنا حسب ما استقرأنا وشفنا الناس اللي من هون من وين، كله من أنحاء الضفة الغربية وكمان من الداخل الفلسطيني. أكيد إحنا العرض إحنا ميزنا إنه هذا مش لخ بس لأهلنا وإخواننا في مدينة طول الكرم، يعملنا لكل جمع لكل مناطق للضفة ولكل مناطق 48، وكلهم أي واحد بيجي أهلا وسهلا فيكم. طب شو بتقول لزبائنك اليوم بهاي الفرحة، خاصة إنه مقبلين يعني على زواج كمان خطب؟ من كلهم أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله العرض بنال إعجابكم، وأي ملاحظات بتحبوا تتوجهها يا ريت تتوجهها إلي، عشان أي خطأ شفتوه علينا نقدر نصح بالوقت المناسب. نعم مشاهدينا ومتابعينا، ماهر أبو زنت يدا بيد من أجل أن تكون أزياء الخلود دائما في المقدمة، وكمان عند حسن الظن والثقة دائما كما عودنا أزياء الخلود للعرائس. لكن أنا بدي أقول دائما من تركيا هناك القادم والجديد لدى أزياء الخلود للعرائس إن شاء الله بإذن الله، لأنه إحنا زي ما عودنا وشعارنا اللي دائما إحنا نطلقه على التلفزيون الفجر الجديد هو شعار رمز الأناقة والتجدد، فإحنا هذا الشعار ألزمنا إنه كل تقريبا أسبوع 10 أيام نزل بضاعة جديدة.
زبائن والعروض متواصلة إن شاء الله. شكرا لك ماهر. الله يعطيكم العافية. موفقين. إذن يد بيد من أجل دائما عنوان وشعار رمز الأناقة والتجدد من أزياء الخلود للعرائس. أزياء الخلود للعرائس دائما التميز والإبداع ودائما كل ما هو جديد لدى أزياء الخلود للعرائس. ولا تنسوا العرض وفي كمان انتظر المفاجآت القادمة من أزياء الخلود للعرائس في 2018 خاصة مع موجة الأعراس والأفراح القادمة إن شاء الله من كل لكل زبائن أزياء الخلود للعرائس. ألف مبروك. شو رأيك في العرض اللي انتو عملتوه اليوم؟ الهجوم ما شاء الله، الهجوم العرايسي اليوم ما شاء الله، يعني هذا الشيء الحمد لله بسط الناس كليته وبيسعدهم، واحنا اي شيء في خدمة زبائننا احنا حاضرين في العروضات وخصومات واي شيء موجود احنا حاضرين لزبائننا الكرام. يعني الزبائن اللي اليوم كانوا موجودين قالوا انه عرض مميز لانه بيسهل على الناس اقتصاديا خاصة ظروف اللي بمروا فيها وكمان عرض التكلفي. الحمد لله انه بفضل الله الناس يعني مكتسبين هذا الخصم، ولازم الوضع الصعب الكل يشاركنا فيه. احنا دعينا لكل التجار انه يدعينا بهذا الحملات العروضات لزبائننا الكرام، شعبنا بمر في ازمة صعب كتير كتير، بندعمه إحنا كل جميع مجالات العمل إيش مكان هو يساعدوا هذا الشباب، لأن الشباب في وضع صعب جدا في هذا الأزمة الاقتصادية. إحنا بلشنا وإن شاء الله كل الجميع يساعدنا بهذا الإشي يكون فيه للعرس الفلسطيني يكون ممتاز. شو بتقول لزبائنك؟ مشرفونا وأهل وسهلا، مبروك للجميع. مبروك ألف مبروك. شكرا لك. إذن بهذه الأجواء المميزة والعرض ولا في الأحلام مشاهدينا ومتابعينا نكون قد وصلنا إلى هذه الرحلة وختام هذه الرحلة من أزياء الخلود للعرائس عرض ولا في الأحلام العام 2018. انتظرونا في القادم في عرض جديد متجدد من أزياء الخلود العرائس. وكمان مرة منقول إذا بدك تكون عروس مميزة ومتجددة ما إلك إلا أزياء الخلود للعرائس، خاصة إنها أجمل ليلة، ليلة فرحك بتكوني مميزة وأنيقة مع أزياء الخلود للعرائس. كان مع صحبتكم من وراء الكاميرا علاء جلاد ومني أنا منتصر عيني. أزياء الخلود للعرائس.